كيف يكون الاتساع به والاقتداء؟ إنما يتحقق لك ذلك أن تنظر إلى واقعك الذي أنت فيه، فتتوقع لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج اليوم في هذه المدينة التي أنت فيها ماذا سيعمل؟ لا شك أنكم تعلمون جميعا أنه لن يغلق عليه غرفته ويأخذ سبحته، لأن هذا لا يغير شيئا من واقع الأمة. وتعلمون يقينا أنه لن ينزل إلى السوق فيضارب كما يضارب التجار ويجمع المال من الحلال والحرام، فلم يكن ذلك شغله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون أنه لن يقدم ملفا لإحدى الشركات للتوظيف أو للدول للتوظيف، فلم يفعل ذلك عندما عرض عليه قومه أن يملكوه، قال لعمه: لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أتنازل عن أتراجع عن هذا الأمر قدر أنملة ما رجعت عنه، حتى تنفرد هذه من هذه، أي هذه السالفة من هذه. فماذا سيعمل الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان حيا اليوم في المدينة التي أنت فيها؟ قطعا سيقول: من أنصاري إلى الله، كما قال في أول الأمر. وحينئذ سيتصل به أهل الثقة الذين يثق بهم فيربيهم على المنهج الذي أتاه من عند الله، كما فعل في بداية الأمر، فإنه مكث 3 سنين لا يدعو إلا من يثق به، وكان الناس يأتون فيؤمنون في بداية البعثة، فكان يقسمهم إلى 3 أقسام: القسم الأول الذين يستطيعون تحمل الأعباء وتغيير حياتهم بالكلية، ليس عليهم ضغوط للمجتمع، يستطيعون أن يتخلصوا بالكلية من عبية الجاهلية وضغطها، ويستطيعون تحمل الأعباء والمشكلات، ويعلمون أن الناس سيتألبون عليهم وسيؤذونهم وسيسجنونهم وسيضربونهم ويعذبونهم، وسيصبرون على ذلك ابتغاء مرضات الله واحتسابا لثوابه. وهؤلاء جعل لهم محضنا خاصا، وهو بيت الأرقم بن أبي الأرقم، وهو دار لشاب من بني مخزوم على الصفاء، فكان يربيهم في هذه الدار على ما أنزل إليه من الوحي، وهذه سنة الأنبياء من قبله. انظروا إلى تربية عيسى بن مريم لأصحابه الحواريين وما كان يربيهم عليه من الأخلاق الحميدة النبيلة. قد أخرج مالك في الموطأ أن عيسى بن مريم مر هو الحواريون بزقاق ضيق فاستقبله خنزير، فقال عيسى: أنفذ بسلام. فقيل: يا نبي الله، أتقول هذا الخنزير؟ قال: أردت أن أعود لساني قول الخير. ومر هو والحواريون بجيفة كلب قد أنتن، فقال الحواريون: ما أنتن رائحته؟ فقال عيسى: ما أحسن بياض أسنانه. فقيل: أتقول هذا في كلب؟ فقال: ذكرته بأحسن ما فيه. جيفة كلب هذا أحسن ما فيه، فقال: ذكرته بأحسن ما فيه.